برضو أنا حصل لي قصة مع شغالة عندي جبناها من إندونيسيا وجات كويسة وعاشت معانا ممتاز. قربت السنة، يوم قربت السنة تخلص جينا ذاك اليوم البيت حصلناها ما هي موجودة في البيت. فزوجتي تقول الحق الشغالة ما هي موجودة. قلت مستحيل، وين تروح شغالة طيبة وتعرفنا ونعرفها؟ قالت لا، وترك رسالة وترك مبلغ مالي. شوف مبلغ مالي ورسالة، الرسالة بالإندونيسي ولا نعرف نتكلم إندونيسي ولا كانت البرامج مثل اليوم ترجم لك وتعرف. جاري عنده سواق إندونيسي الله يمسيه بالخير، عبد الرحمن الجليدان وبركان. نعم. فرحت نعمت حالك، رحت لجاري سواق دقيت عليه قلت له اقرأ الرسالة، ويتكلم عربي. قال لي هذه تقول يعني أنا من يوم جيت وفي مجموعة قليل لي كم لي 3 شهور وتعالي عندنا، واني كل مره اجل بسبب اخلاقكم وتعاملكم، وعجزت اقدر افارقكم بسبب الاخلاق والتعامل، لكن الضغط اللي صاير علي اني لازم اتخذ القرار ذا واطلع. فانا حسيت اني كملت قريب السنه، يعني اديت واجب، والرواتب اللي تعطوني هذه حطيتها لكم بظرف، خلوها لكم وسامحوني مثل ما تقول يعني وحللوني. عجيب عجيب. فتعجبت. نفس الليله اكمالت القصه، رحت عشان ببلغ عليها هروب بالجوازات، أخلي مسؤوليتي. فرحت الجوازات نفس الليلة ما أنساها، وكلمت العسكري قلت عندي كذا وكذا وكذا. قال طيب أنت بحاجة شغالة؟ قلت أكيد بحاجة شغالة، عندي أطفال أنا أحتاج شغالة. قال أنا عندي شغالة ومضرب مع العمل، ما تبغانا أنا وزوجتي وعيالي. قلت له إيش جنسيتها؟ نفس الجنسية. قلت ممكن نجربها أسبوع؟ قال ممكن. قلت الليلة نأخذها. قال الآن هي ما تأكل ولا تشرب ما تبغانا، فياليت بالعكس إذا وافقت. قلت يلا، ونروح معي بعض الأطفال معي ونروح لبيته ونأخذ الشغالة بنفس الليلة ونخليها تبات عندنا. أول ما دخلت المسكينة زوجتي أعطتها الأكل تقول أكلت بشكل غريب مرة مسكينة. أيه، فإنها ما تبي ذوليك سبحان الله. ونقلنا كفلتها وعاشت عندنا وقعدت سنين. الحمد لله. يعني تتعجب كيف الظروف وكيف الأشياء اللي تحدث للناس، شيء عجيب.